منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه المؤيد إذا حفظ العلوم وتلوه الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي موال أهل البلد البعد جيل غن كان في البلد بشقى حاكم لكن غضب مسخر اهل البلد في زرحته ليل ونهار اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد حاكم في امره ومستعبد كبار وصغار ادهم دخل مدرسه سنه كان 12 وتنه في المدرسه لما بلغ 18 وهو في السن ده جاله خبر عمه على منه مات والتلامذة قولوا واتكلم قالوا له يا أدهم بتبكي والبكا ده ليه قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين يحرم النوم علينا وهم موجودين أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده أنا أدهم الحر أهلي كلهم حرين راح في البلد قال لهم يا طريق وروني يا ناس دلوني أدهم ليه قتلته ليه قلت لما قتل عمي عملتم ايه قالوا يا أدهم ليه قتلته ليه
قتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحده في زنزانة. آمين تناول فرد بهام زنزانة وقع حيطانها وهرب والباح سجاري عالي. كانوا رايح على تيه البارود هزوا واستقبلوه بالكرم حتى الطابور هزوا. شرفون شرف معترف مخصوص عشان لا ذهب الكل حياه ولا حدش هنا هزوا. كراكون شرف معتبر مخصوص عشان لبان الكل حياه ولا حدش هناك هزوا. لبس ملابس خواجه وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم. لبس ملابس خواجه وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم. ولا حد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين وهو وادهم. أدهم يا ناس كان جميل سبحان من صور لبس قميص سندسي منقوش ومقور وفي ايده شمعه ونور للأعادي البيت. قالوا له يا بنت دلينا أدهم فين؟ قالت ده أدهم جمعله من رجال ألفين وأنا بدي أشوفه لو نقصت عيوني عين. قالوا ده ما يوقعوش غير عز أصحاب دوروا فتشوا على عز أحباب. قالوا ده ما يوقعوش غير عز أصحابه دوروا فتشوا على عز أحباب. راح المغارة للأدهم مغارة أمان. قال له تعالى يا مرحب بالعزيز بطران. قال له صباح الخير أنا جيت يا باشا أنا جبت لك الفطور ونسيت أجيب لك العشاء. قال له صباح الخير أنا جيت يا لك الفطور ونسيت أجيب لك العشاء. قال له يا خوفي
قال له يا خوفي يا خوفي يا خوفي، قال له يا خوفي يا صاحبي لا يكون لي ده آخر عاشا. وفي لحظة داس عالزينات طلع العيار صايب، لك الفطور ولا استنى ما عد عشا. ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه؟ شبه المؤيد اذا حفظ العلوم ويتابوه. ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه؟ شبه المؤيد اذا حفظ العلوم ويتالو. الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي، الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي. الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي، الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي. موال بعد